السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشوني جدا. فيديو النهارده فيديو اتطلب مني قبل كده وهو روتيني لبشرتي، بس حبيت ابدا معاكم بروتيني المسائي بما اننا يعني دلوقتي بالليل الساعه 9 دلوقتي. فيعني الروتين عموما روتيني المسائي بيبدا بدري شويه، وهشرح لكم ليه يبدا بدري شويه. فانا قررت الفيديو ده ان انا اقول لكم ايه هو روتيني المسائي. روتيني المسائي بيتغير شويه، يعني مش دايما بيبقى ثابت كل يوم، احيانا بيبقى فيه حاجات بدل حاجات. فانا هقول لكم طبعا عن كل البدائل دي. فالفيديو ده شامل كل حاجه بستخدمها في روتيني المسائي سواء يوميا او اسبوعيا. لو انتوا عايزين تعرفوا ايه هو روتيني المسائي تابعوا الفيديو الاخر. طبعا اول حاجه، لو انتوا بترجعوا متاخر من الشغل، يعني مثلا بترجعوا 6 7 وحاطين ميك اب، اول حاجه طبعا اول خطوه هي ان انتوا تحطوا تشيلوا الميك اب بالميك اب ريموفر بتاعك. انا بستخدم جارني الميسلر ووتر ده والقطن الطبي ده او القطن اللي هو الدواير، وممكن تستخدمي القطن العادي تلفيه بشاشه او بحاجه وتشيلي بيه الميك اب. فخطوه رقم واحد هي ان انت تشيلي اي ميك اب موجود، حتى لو انت حاطه ماسكارا بس او حاطه مرطب او حتى سان بلوك، مش حاطه ميك اب، حاطه سان بلوك، اي حاجه عايزه تحطيها على بشرتك شيليها بالميك اب ريموفر، هتفرق معاكي جدا. تاني خطوه هي ان انت تستخدمي الغسول بتاعك. انا واحده من الناس اللي شويه بتكسل في موضوع الغسول ده، بس عندي غسول ما بقدرش استغنى عنه. فلو انت مش حابه تستخدمي غسول، في صابون طبي زي سينو بار وصابون الجليسرين، في صابون كتير قوي تقدري تستخدميه كغسول، بس انا عموما بستخدم لاروش بوزي. طبعا ده خلاص اهو خلص وهشتري واحد تاني، بدات استخدمه يعني ده خلاص وهستخدم التاني على طول. لاروش بوزي ده كنت شارياه لما كان معمول على العرض، كان ب 200، دلوقتي هو 200 وشويه. فلاروش بوزي ده للبشره الدهنيه حلو جدا، ما اقدرش استغنى عنه بصراحه. تاني حاجه ممكن استخدمها لو انا برضو ايه عايزه حاجه في السريع كده، بس حاجه تلم كل الحاجات مع بعض، بستخدم جارني سكن اكتيف بيور اكتيف اللي هو 3-in-1 ده. غسول مقشر وقناع مع بعض، ده للبشره الدهنيه المعرضه للشوائب. بستخدمه يعني احيانا ببقى مستعجله، بس طبعا بستخدمه اسبوعيا يعني مره في الاسبوع، لان هو شديد قوي. بعد ما بستخدمه بحس ان بشرتي، عارفين التنظيف العميق قوي ده، فببقى خايفه قوي ان انا استخدمه كذا مره، فبستخدمه مرة في الاسبوع. لو انت عايزاه غسول بتحطيه على بشرتك تغسليه عادي زي الغسول على طول، ما بتسيبيهوش. لو عايزاه مقشر بتستخدميه من 3 لـ 4 دقايق بتبداي تعملي سكراب لبشرتك. لو انت عايزاه قناع بتسيبيه على بشرتك لحد ما ينشف تماما وبعدين بتغسليه. تالت غسول ولسه مؤخرا واصلني من موقع دودي اندين برودكتس اللي انا كلمتكم عنه، اللي بيبيع زيوت هندية، وده غسول هندي بالصبار وبالنير من شركه اسمها نترس اسنس من الهند. ده شكله، هو باين قوي ان هو صغير يعني بالنسبه للاروش صغير جدا، بس الكميه الصغيره منه يعني نقطه منه بتلاقي الدنيا اتملت، يعني فظيع قوي، تقيل جدا. الحاجه الوحيده اللي انا لحد دلوقتي مش قادره احكم عليها فيه، بعد ما بستخدمه بحس ان بشرتي اتحولت لجافه، يعني بتبقى عايزه ترطيب عالي جدا 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 جدا. فده للناس اللي عندهم اثر حبوب او عندهم حبوب بتظهر او، فده كويس جدا جدا، فحبيته جدا. وبرده بستخدمه مش يوميا، ممكن مرتين في الاسبوع، ده حسيت ان هو كويس ممكن يستخدمه مرتين في الاسبوع عنده، يعني ده شويه حلو قوي كمقشر، انما ده غسول وده غسول، الاثنين دول غسول، بس ده بستخدمه يوميا قبل الجيم بعد الجيم على طول، يعني على طول بستخدمه. وده بستخدمه مرتين في الاسبوع، وده لو انا اعمله كمقشر فيبقى مره كويسه قوي في الاسبوع، وكمان قرب يخلص وعايزه اجيب بدائل. طيب دلوقتي في خطوه نقدر نقولها انها يعني رقم 2 ورقم 3 في نفس الوقت، يعني نقدر نحطها مع رقم 2 مع الغسول، وهي الماسك للبشره. لو انت من محبي انك تعملي ماسكات كتير، فالماسك ده حلو قوي، جولدن جلوب بيل اوف ماسك، برده منتج هندي
ده منتج بيتشال كده، بيتحط ويتقشر من على الوش، بس مش قوي جدا، ما بيشدش جامد البشره، فانا حبيته لان ما بحبش حاجه زي كده. ده بالبرتقال والفيتامين، ده مجموعه فواكه كده كتيره مع بعضها، برده منتج هندي، كميته صغيره كده زي ما انتم شايفين، بس بجد كميه منه بتكفي البشره كلها، وريحته حلوه جدا وبيسيب البشره كده بتلمع يعني. فهنقدر نقول ان دي نقطه رقم 3، وهي ان انت تحطي ماسك كويس لبشرتك. ولو انت مش حابه تحطي منتج تقدري تستخدميه على وشك، ممكن تعملوا ماسك العسل والشوفان، تحطي معلقه عسل على معلقه شوفان وتقلبيهم وتحطيهم على بشرتك، وبعدين تغسلي وشك بميه فتره، برده هيقوم بنفس الفكره ان انت رطبتي البشره بعد تعرضها للشمس والميك اب والاضاءه والكمبيوتر وكل الحاجات دي كلها والجو طبعا والحر اللي احنا فيه ده. فمعلقه شوفان ومعلقه عسل تحطيه على بشرتك، ولو حبيتي ترطيب زياده ممكن تحطي معلقه لبن او معلقه زبادي اللي انت حباه، وتسيبيه على بشرتك لحد ما بشرتك ترتاح كده يعني حوالي 20 دقيقه، وبعدين تشديه بميه فتره. بعد ما بنعمل كل اللي احنا عملناه بشرتنا ده، قشرنا ونضفنا وغسلنا وعملنا كل الحاجات دي كلها، لازم نقفل المسام، لازم نعمل تونرنج للبشره. بنستخدم اي تونر عندنا، انا عن نفسي بستخدم التونر اللي هو الروز ووتر او ميه الورد وميه النعناع من نيفرتاري. طبعا انا دي ازازتين جداد اشتريتهم غير اللي كنت عرضاهم قبل كده، بس لان هما ازاز فخفت انهم يتكسروا فحطيتهم في ازاز بلاستيك، ميه النعناع وميه الورد، وبستخدمهم يوميا على بشرتي. باين قوي ان انا بستخدم ميه النعناع اكتر من ميه الورد، عشان بسبب الحر بقى بتطلع لي حبوب في المنطقة دي، بس يعني مش وشي كله، المنطقة دي بس بتطلع فيها حبوب بشكل مش طبيعي. فبستخدم مية النعناع اللي هي شكلها كده اهي، مكتوب عليها بلون اخضر كده، علشان بشرتي تنضف بسرعة جدا من الحبوب. بما اننا اتكلمنا عن الحبوب، لخطوة رقم 5، لو انت عندك حبوب بتظهر حبوب بس مش زي الحبوب اللي بتطلع بسبب الحر، الحبوب اللي هي حب الشباب والحاجات دي، لو بتطلع في بشرتك بشكل مفاجئ، تقدري تستخدمي الايباج لو. الكمية اللي انت الانبوبة اللي انت هتجيبيها هتكفيكي مدة طويلة جدا، لان انت تاخدي منه حبة صغيرين تحطيها بس على الحباية وتسيبيها. ايباج لو بصراحة انصح بيه كل الناس في كل حاجة، يعني ايباج لو بعد نزع الشعر عشان يهدي البشرة، ايباج لو علشان الحبوب اللي بتطلع الموسمية، سواء كانت حبوب بسبب بيريد او حبوب بسبب التغيرات الهرمونية زي حب شباب والحبوب اللي بتظهر تحت الجلد والحاجات دي كلها. فايباج لو من احسن انواع الكريم اللي تقدري تستخدميه بمأمن. ايباج لو بعد ما بتحطوه على بشرتكوا، لما بينشف بيتحول لقشرة، بس مش بتشيليها، هي قشرة بتتفرك يعني، بتلاقيها بتقع كده كأن جلدك بيتقشر، بس هو ده الكريم مش وشك خالص. انت بعد استخدام فترة هتحسي ان الحباية اتحولت، او يعني تقريبا تاني يوم لو الحباية حمرة حطيتي عليها ده، تاني يوم هتلاقيها الحباية لسه بامبد او لسه عالية، بس ما بقتش بتوجع وما بقتش حمرة. علاجه حلو جدا وفعال. لازم اي حد يكون عنده ايباج لو، لازم كل بنت يكون عندها ايباج لو في شنطتها او في بيتها، وبعدين تغسلي وشكوا كويس جدا جدا جدا، تستخدمي اي غسول عشان تنضفي بشرتك كويس منه. فخطوة رقم 5، وهي ان انت لو عندك حبوب تحطي كريم من ده. طيب احنا دلوقتي هنكمل خطوة رقم 6. لو انت ما عندكيش حبوب وعادي بقى هنشتغل الروتين اليومي بتاعنا، خلاص ما عنديش حباية النهاردة ومش هحط اي حاجة ليها علاقة بالحبوب، انا هعمل الروتين اليومي بتاعي. فطبعا بعد اللي انا عملته بشرتي ده كله، لازم ارطبها كويس جدا او اعمل لها هايدريشن. فانا بستخدم نيتروجين هايدرو بوست الواتر جيل اللي هو ده، من جوه كده لونه ازرق زي المية. اولا لما بتحطوه على بشرتكم بتحسوا ان انتوا حاطين ميه، ما بتحسيش ان هو تقيل، هو مش تقيل خالص اصلا، وينفع جدا لجميع انواع البشره. بتحطيه على كل وشك، وامن جدا تحت العين وفوق العين، وامن على المناطق الحساسه في الجسم زي الرقبه. فبستخدم نيتروجينا لترطيب البشره، وما اني قلت ترطيب فطبعا مش هنسى خطوه رقم 7، وهي اني ارطب تحت عيني كويس جدا. الترطيب تحت العين مهم جدا. بستخدم هيربل اندر اي من شركه خادي، برده منتج هندي من شركه دودي انديان برودكتس. شكله كده، شكله شبه الجل بتاع الشعر جدا، والغريب ان نفس الريحه، يعني شويه نفس الريحه،
بتاخدي نقطة صغيرة جدا منه وتحطيها تحت العين علشان الخطوط، علشان التجاعيد، علشان السواد اللي تحت العين، علشان الترطيب، عشان الحتة دي كلها. فلو انتي بترطبي خطوة رقم 6 وشك بالهايدرو بوست، حاولي ما تحطيش منه تحت عينك وتحطي من المرطب بتاع العين تحت عينك. الخطوات كتير شوية بس بجد الحاجات دي هتفرق معاكوا جدا. فبعد ما رطبنا بشرتنا لازم بقى نحط حاجة معالج للبشرة. طبعا الهايدرو بوست فيه نسبة معالجة كبيرة بس احنا عايزين نحط بقى نايت كريم طبيعي جدا. فانا بستخدم نوعين نايت كريم، احيانا بستخدمهم بالتبادل واحيانا بخلطهم مع بعض. فعندي من جارني سنسيتيف كير اللي هو الكريم الليلي بالزبادي، احلى حاجة فيه ان هو بيفتح شوية البشرة، هو طبعا سايح جدا عشان الحر اللي احنا فيه ده فعادي جدا. وبستخدم جونسون فيس كير الكريم الليلي اللي بالتوت والصويا، واحيانا بخلط الاثنين مع بعض. فده بيبقى كريم الليل بتاعي. ونصيحة، كريم الليل ما بنحطش منه كمية كبيرة. الهايدرو بوست الترطيب ما بنحطش كمية كبيرة، كل الكميات اللي بناخدها بتكون قد الحمصاية. عارفين الحمص اللي بنحطه في الاكل بتكون قد الحمصاية كده من المنتج، وبنوسعه على البشرة كلها، مبيبقاش كتير كده، مبيبقاش كبير. لو انا بقى عندي مشاكل كتير في بشرتي، الخطوة اللي تعتبر ان هي بتغني عن حاجات كتير من اللي احنا قلناها، يعني ممكن تغنيكوا عن كريم الليل، وهو ان انتوا تستخدموا جراب سيد اويل اللي هو زيت بذور العنب من نيفرتاري، كلمتكم عنه كتير جدا. نقطة صغيرة جدا بتدفوها على ايديكوا، مجرد بس بتعملي كده انتي في الحر اصلا هتلاقي سخنت على طول، وتبدأي تطبطبي على بشرتك هتلاقي الحبوب اختفت، هتلاقي بشرتك اتغيرت، هتحسي ان بشرتك حصل فيها حاجة كده غريبة، يعني انتي دايما مستغرباها. وامن جدا 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 تحت العين، بس انا الصراحة ما بفضلوش تحت العين لانه تقيل شوية، برغم ان البشرة بتشربه جدا وبتمتصه جامد، لاني بحس ان هو تقيل شويه تحت العين فبلاش تحت العين، او هو تقيل معايا انا تحت العين فبلاش تحت العين. ده حبيته جدا جدا جدا، وبحس ان هو بيسهل عليا او بيقلل عليا الخطوات اللي بستخدمها في النايت روتين بتاعي. اخر خطوه وهي حاجه انا بعملها طول النهار بقى، يعني مش لازم تكون بالليل، وهي ترطيب الشفايف. احنا طبعا رطبنا وشنا، رطبنا تحت العين، وخلاص بشرتنا جاهزه، فاضل ترطيب الشفايف. بستخدم الناتشرال ليب بالم من نيفر تيري اللي بزيت الزيتون وزيت جوز الهند اللي هو شكل الخشب ده، ومن جوه شكله عامل كده. طبعا انا واكلاه خالص، باين جدا ان انا واكلاه، فبستخدمه على طول بقى، امن جدا، لطيف جدا، بيسيب الشفايف مترطبة وحلوة جدا. فدي بتكون اخر خطوة بحطها. كم نقطة صغيرة كده قبل ما انهي الفيديو، ودول مهمين جدا عشان النايت روتين يكون حلو جدا بالنسبة لك ويجيب نتيجة. اول حاجة، في ناس كتير اوي بتتكلم ان النايت روتين اللي احنا بنعمله او الكريمات اللي بنحطها على بشرتنا قبل النوم كلها بتضيع لما بننام على المخدة بتشربها. ده بمنتهى البساطة، لان انتي لما بتحطي النايت روتين ده بتحطيه قبل النوم على طول او قبل النوم بنص ساعة بس، بتديه فرصة لبشرتك ان هي تستفيد بكل الحاجات دي. فالنايت روتين لازم يكون واخد وقت، زي ما بتعملي روتين الصبح، وزي ما بتاخدي وقتك على ما تحطي ميك اب، زي ما بتاخدي وقتك على ما السان بلوك ينشف على بشرتك، زي ما بتاخدي وقت علشان تشربي مية، بتدي نفسك وقت عشان تعملي كل حاجة. كمان النايت روتين محتاج منك وقت، الروتين الليلي بيحتاج وقت، ويمكن بيحتاج وقت اكتر، لان بشرتنا بتستفيد اكتر بالليل من الصبح، لان احنا الصبح بنتعرض لمية لما بنيجي نتوضى، بنتعرض للجو، بنتعرض لحاجات كتير، انما بالليل الجسم بيكون اهدى فبيستفيد اكتر من اي حاجة انتي بتحطيها على بشرتك. فلازم النايت روتين يكون قبل النوم على الاقل بساعة، مش بنص ساعة، بساعة كاملة علشان البشرة تستفيد. زي ما شفنا مع بعض كده النايت روتين طويل قوي وحاجات كتيرة قوي، الغسول والترطيب ومش او كل واحدة من دول بتحتاج وقت على ما تنشف. يعني انا ما بحطش الهايدرو بوست ومجرد ما يعني بشيل ايدي من على وشي بقوم رايحة جايبة على طول النايت كريم، طب ما التانية على وشي لسه بشرتي ما شربتوش، فبستنى حوالي تلت ساعة او 10 دقايق. في كريمات البشرة بتمتصها على طول، وفي كريمات بتحتاج انها وقت، تاخد لها وقت. فانتي لازم تستني من كل كريم للتاني، من كل حاجة، من كل خطوة للتانية، تستني حوالي تلت ساعة
لحد ما البشره تمتصها كويس، وبعدين تحطي الكريم التاني او الطبقه التانيه. تالت حاجه، ما ينفعش تعملي نايت روتين وانت ما بتناميش كويس، ما تشربيش ميه كويس، مش واخده بالك من صحتك ولا واخده بالك من اكلك. يعني انت لا بتلعبي رياضه ولا بتشربي ميه كويس ولا بتنامي كويس وبتصحي بدري ولا بتاكلي كويس، مفيش اي حاجه خالص، ومستنيه انك لما تحطي كريمات على بشرتك الهالات السوداء تروح، مستنيه ان بشرتك تبان ان هي هايدريتد وانها ناتشرال وجلوي وكل الحاجات دي. طب ازاي الكلام ده يحصل وانت اصلا في المقابل مش مهتميه خالص ببشرتك؟ رابع خطوه، محدش يقول انا مش حاطه ميك اب النهارده وجيت من بره فمش محتاجه بقى ان انا اعمل بالميك اب ريموفر، او حتى اني خلاص انا غسلت وشي بالميه وخلاص. الحقيقه ان انت لو رجعتي من بره سواء كنت صيف او شتاء وما تعرضتيش لعوامل جويه كبيره جدا وجبتي قطنه وعليها ميك اب ريموفر او عليها شويه تونر ميه الورد مثلا او ميه النعناع وحطيتيها على القطنه وبدات تمشي على وشك، مع الاسف هتلاقي حاجات كتير قوي طلعت في القطنه، فهتضطري انك تروحي تغسلي وشك، لان بمنتهى البساطه هتكتشفي ان بشرتك شربت حاجات كتير قوي من الشارع. في الشارع بشرتك بتتعرض لعوادم من السيارات، بتتعرض للناس اللي بتشرب سجاير، بتتعرض للكمبيوتر، بتتعرض للتراب، للجو، للحر، للبرد، بتتعرض لكل الحاجات دي كلها. فالمسام بتفضل تفتح وتقفل، والعرق والحر والشمس وكل الحاجات دي كلها. فانت مضطره انك لما تروحي البيت لازم تغسلي وشك كويس. الغسول لازم يكون صديقك اصلا، مينفعش ان انا بستخدم الغسول لما ابقى محتاجاه، لازم يبقى على طول معانا. اخر حاجه، ودي معلومه عامه ودايما بقولها لكل الناس، قبل ما تيجوا تناموا اشربوا كوبايه ميه كويسه جدا حوالي 200 مللي قبل النوم على طول، علشان ال 200 مللي دول لما هيدخلوا الميه تكون معتدله، هتخش الجسم هتعادل درجه الحراره بتاعه الجسم وهتخليكوا تناموا مرتاحين اكتر وهتناموا اسرع. انا عارفه ان المعلومه ممكن تكون غريبه، بس فعلا شرب الميه ولو بكميه صغيره زي 200 مللي كوبايه ميه عاديه كوبايه الشاي تشربوها على جرعات وتناموا، هتحسوا ان الموضوع فرق تماما 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 وهيفرق معاكم وبشرتكم. اهتمي بصحتك، خدي بالك من نفسك، انت حلوه على طول بس برضو خدي بالك من نفسك طول الوقت، مش محتاجه حد يقولك تاخدي بالك من نفسك. ده كان روتيني المسائي، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفيديوهات كتير 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 جايه ان شاء الله. ما تنسوش تقولي رايكم وتكتبوا كومنتس تحت وتقولي كل حاجه عجبتكم المنتجات دي، لو انتوا عايزين تعرفوا تفاصيل عنها هتلاقوها تحت في الديسكربشن بوكس، الاسعار ومنين جايباها وكل البيانات وكل الحاجات عن المنتجات دي موجوده تحت في الديسكربشن بوكس. لو بصيتوا تحت الاسم على طول هتلاقوا فيه سهم صغنون، دوسوا عليه هتلاقوا كل البيانات بتظهر. متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.